شايف انت بتضحك ازاي؟ انت بتضحك لانك عرفت الحل النهائي اللي طبق في 2000. قضية الفري ماركت لما تيجي للهيلث تبقى قضية حساسة جدا. لو كانت السوشيال سكيلز بفلوس كنا نروح نشتري. أسوأ حاجة ممكن تخسر انك ترجع لنقطة زيرو اللي هي انت ابتديت منها. دلوقتي بقى ننقل على المحور الثالث سريعا، وعايز اسال حضرتك عن سؤال انا بتساله بشكل كبير بعض الاصدقاء والمتابعين الدكاتره سواء في الخليج او في مصر، وعندهم الفرصه ان هم يهاجروا لامريكا بطريقه او باخرى ولكن بعد سن الـ40، وعندهم تخوف شديد طبعا من مشكلة معادلة الدراسة بتاعتهم، ويمكن ما عندهمش الطاقة الكافية ان هم يبدأوا تاني دراسة من الاول او يعملوا ريزومي زي تاني وكده. تنصح حضرتك لو في صديق حضرتك عنده مثلا 45 سنة وطبيب وعايز يلم العيلة والاولاد ويجي على امريكا، تنصحه بايه؟ اكيد يعملها. انا لي اصدقاء في الكلية، واحدة جات امريكا هنا بعد ما بقت استاذة في الاصل العيني وعملت النيابة ودلوقتي هي دكتورة ممارسة في كاليفورنيا، ولي اصدقاء تانيين كتير. العمر، انا اول واحد تعرفت عليه هنا كان طبيب روسي رئيس قسم المسالك في جامعة موسكو، جه هنا عنده 55 سنة، كان دايما يهرج معايا يقول انا جيت هنا عشان اشرب كوكولا. يعني فعلا انا كنت بقول له خلاص بقى انت شربت كوكولا، يقول لي لا 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 ده في بيبسي، في بيبسي لسه مش. فالمهم هو يعني قصدي ان في حاجات كثيرة جدا. العمر لا يقاس بالسنين، العمر يقاس بالروح، والروح يعني الادرينالين. لو انت في ناس عندهم 100 سنه بيتصرفوا كان عندهم 17 سنه، في ناس عندهم 17 سنه لما تبص عليهم تلاقيهم بيتحركوا كانهم عندهم 100 سنه. العمر لا يقاس بقدم الروح، يعني الروح مش هي اللي بيخلي الروح تذبل او تخلي الروح تقدم او الروح تبتدي تبقى ما عندهاش انيشيتيف. لازم تعمل الحاجات اللي بتاكسايت يو، تعمل الحاجات اللي فيها باشن، فيها الحاجات اللي انت بتحبها وان انت بتجيت اكسايتد لما تسمعها، هي دي اللي بتخليك ما تنامش الليل وتتأرق لما تبقى انت نفسك تعملها. هي دي اللي لازم تحافظ عليها، هي دي الادرينالين بتاع الحياة بتاعك. فقدت هذا الادرينالين الحياة والقدرة على التغيير، اتعلم حاجة جديدة، لغة جديدة، سافر، اعمل كل اللي نفسك فيه. الجسم انفسه بيقدم ويتعب ويعجز، لكن الروح هي اللي بتغذيها. غذي إنسانيتك وتنتقصش منها، غذي إنسانيتك بالعطاء، غذي إنسانيتك بتفهم الآخرين، غذي إنسانيتك بأنك تبقى جلوبال سيتيزن، تبقى شخص تنتمي إلى كل ما هو هناك عدالة وكل ما هو هناك مساواة وكل ما هو هناك إنسانية، روح فيه وغذي روحك وإنسانيتك. ما تنتقصش من إنسانيتك بظلم الناس ولا إنك أنت تنفلكت بين حتى الإيموشنال بين على الناس. كل لما أنت بتنفلكت على الناس أو بتنتقص من إنسانيتك أولا، ولذلك الناس اللي بتظلم، الناس اللي بتأذي الناس، الناس كمان اللي بيعذبوا الناس، اللي هو أنت في ظلم كبير جدا في هذا العالم، هذا الظلم ينتقص من الشخص اللي بيعمل هذه الأفعال لأنه بيفقد جزء من إنسانيته مع كل حاجة الضرر بيسببه للناس التانية. غذي إنسانيتك ولا تنتقص منها، فاعتقادي إن دي هتبقى العامل المهم لي كده. طيب آخر سؤال معايا في المحور ده لحضرتك، وهو عن مشكلة التأمين الصحي الأمريكي، المشكلة الأزلية. طبعا مش عايز أفوت الفرصة دي وحضرتك معانا، تديني رأيك في المشكلة دي، هل المشكلة دي ليها حل؟ لأن بصراحة أنا مش شايف لها حل. هو ده أقصى ما وصل له العقل البشري. يعني في ناس بيقولوا الديمقراطية، مثال على الديمقراطية، وأنا كنت بكتب إديتور على قضية الجوري ديوتي، يعني الجوري، هل الجوري نظام رائع لتحقيق العدالة في القانون الأمريكي أو القانون الكندي؟ الفكرة هنا إن ده أحسن ما توصل إليه العقل البشري. مش عاجبه الجوري سيستم يدينا سيستم تاني. ما هو
العقل البشري عقل ضعيف جدا، قعد يفكر في ازاي يجيب الكرة للملعب من الاربعينات على مدى اكتر من 80 سنة، مش عارفين لما الكرة تطلع بره الملعب نعمل ايه. هذه اللعبة بيلعبها 3 بليون شخص من 7 بليون، ولما الكرة بتطلع بره قعدنا من سنة 40 لغاية السبعينات، 74 في ألمانيا، نقول في كرة واحدة للماتش، كرة واحدة. هو الكرة دي وقع عليها بيليه ووقع عليها مش عارف. طيب جينا في بعد 30 سنة كل خبراء الكرة في العالم، من العيال اللي بيلعبوا في كرة شراب في شوارع مصر إلى إيطاليا إلى العالم، بيحاولوا يفكروا لما الكرة تطلع بره الملعب نجيبها إزاي عشان ندي إنذار لحارس المرمى إنه ما يعملش الكرة. طيب جم في قالوا فكرة عبقرية تماما، إن إحنا نعمل كورتين، كورة تبقى مع الحكم. شايف انت بتضحك ازاي؟ انت بتضحك لانك عرفت الحل النهائي اللي طبق في 2000 اللي هو بعد مرور 80 سنة، صح؟ طيب بس هذه الفكرة لم تخطر للذين عاشوا في الاربعينات ولا الخمسينات ولا الستينات ولا السبعينات ولا التسعينات اللي احنا عشنا فيه، ما حدش كيم ذات جريت ايديا ان المهم مش في الكورة، المهم ان تبقى في كورة واحدة في الملعب، انما عدد الكور مش مهم. وبعد كده جابوا الاطفال الصغيرين، وبقوا الاطفال الصغيرين برضو ياخروا الكره لانهم كانوا بيشجعوا فريق من الفرق. وبعد كده قالوا لا لا لا، طب نعمل ايه؟ طب نجيب كور كتير، طب الكور لازم تكون مصنعه بنفس الشركه. ودخلنا في دايناميك في الاخر في الالفينات بقينا عرفنا وصل العقل البشري لهذه اللعبه الشعبيه اللي بيلعبها نص البشر، ان لازم يبقى في كوره واحده في الملعب، لكن عدد الكور ممكن يبقى آلاف العدد، وبالتالي احنا ما نضيعش وقت. اذا كان العقل البشري بهذا الغباء وبهذه السذاجة وبهذه السمبلاريتي، فلك ان تتخيل في قضية معقدة زي التأمين الصحي ظل الاختلاف بين الكومينست والسوشالست والكابيتالست على ماذا نفعل بالفقير. هل الفقير عمل كده لانه كسلان يستاهل اللي بيحصل له، أم أن الفقير نتيجة للمجتمع زي ما قال ماركس وزي ما قال الكومينست. هذه الفكرة الخطيرة جدا، إن البور دول نعمل فيهم إيه، نشأ عنها الصراع بين الدول العظمى لفترات طويلة، وكان يجرم هنا في الولايات المتحدة وما زال فكرة إن أنت تبقى كومينست أو فكرة إن أنت تبقى سوشالست. هذه الفكرة لأن أنت ماذا تفعل بالبور، نعمل فيه ايه؟ هل هو كسلان ولا هل هو مواطن الدولة تصرف عليه؟ انا اعتقد التأمين الصحي في امريكا في عقول كتير بتفكر فيه احسن ما وصل لأوباما كير، وحصل تعديلات عليه من الحزب الديمقراطي، وبايدن هيعمل تعديلات عليه بادخال نظام الميديكير، تعديل نظام الميديكير. لكن في النهاية الدولة بتحاول تعمل لها دور في هذه العلاقة وتنظيمها بين البروفايدر وبين قد ايه تدخل الدولة هو الخناق على كده بين الريبوبليكان والديمقراط، قد ايه الدولة تتدخل وقد ايه هتتحكم في الماركت وقد ايه يبقى فري ماركت. قضية الفري ماركت لما تيجي للهيلث تبقى قضية حساسة جدا، حتى الريبوبليكان نفسهم تراجعوا نتيجة ان الكونستيتوانس بتوعهم واجهوهم ان هم محتاجين علاج ومحتاجين ظروف. فانا اعتقد ان هذا افضل ما توصل اليه العقل البشري. ده مش معناه سواء في الديمقراطيه او في العداله او في الهيلث كير او في اي قضايا بيحصل تطور في العقل البشري، لما هيتطور العقل البشري في اعتقادي هيبقى فيه حاجه احسن. و هاخد دقيقتين اتفضل. اللايتنينج راوند أسئلة سريعة جدا، الإجابة بكلمة أو كلمتين. طبعا وأول ويمكن السؤال اللي بيهم ناس كتير هو، هل دكتور عصام مصطفى أهلاوي ولا زملكاوي؟ أنا كنت زملكاوي لما كنت في مصر. كنت زملكاوي انا بتكذب، بس انا حسيت انا كنت كنت وانا في مصر زملكاوي، وكنت بتهزم طبعا دايما، كنا بطلع التاني، كنت ببقى مش عارف اعمل ايه. ما حصليش فرستريشن ضخم الحقيقه، لان انا
انا كنت دايما حتى في الكورة، هو الحقيقة وجود فريق واحد بيسيطر على كل الموضوع هتلاقي برضو في ناس ريبيليانت كده يطلع. انت اكيد زملكاوي لانك ضحكت الضحكة الزملكاوية اللي انا عارف. محايد ما بتقولش معناه زملكاوي، معناه انك خايف تقول، لانك لو اهلاوي هتصرح بكل فخر ان انت اهلاوي. انا على فكرة كمان حبيت الاسماعيلي، انا كنت بحب في فترة الثمانينات التسعينات كان الاسماعيلي بيلعب حلو جدا جدا، خالد القماش، وكان في لعيبة يعني في الاسماعيلي بالذات انا كنت بحس انه بيلعب لعب كده متميز جدا جدا في مصر. تمام. طيب السؤال الثاني هو، هل في هواية عند حضرتك بتمارسها بتخفف عليك ضغط الشغل شوية، حاجة كده؟ الرسم، الرسم انا بحب جدا كل ما له علاقة بالفن، بحضر الفيرز وبحضر، انا يعني فوند جدا بكل ما له علاقة بالفن. طيب حضرتك قول لي، ايه اكتر اكلة بتوحشك في مصر؟ توحشني يعني، انا عايش في لوس انجلوس، احنا طب عندنا يعني قول لك ممبار، موجود. احنا عندنا ممبار حضرتك، بيعملوا ممبار في مطعم، دخلت انا قلت له ما باكلش الممبار في مصر، هاكل ممبار وكوارع في كاليفورنيا. لا حضرتك كاليفورنيا دي فيها مش عارف كام 100,000 مصري باين، ما فيش الكلام ده، ما فيش حاجة اسمها وحشتك بقى الكشري بتاع، الكشري بتاع مصر ايه انت هنا يعني الموضوع مش الخيارات كلها موجودة طبعا. طيب عايز أسأل حضرتك، إيه أكتر مسلسل يمكن من الذكريات لو بيجي قدامك على التلفزيون هسيبه وتقعد تخليه يفكرك كده بأيام زمان؟ العربي. انا كنت ما كنتش بتفرج قوي على حاجات عربي، كنت بحس انها حاجات مضحكه جدا وضحك على العقول. انا ما بحبش اي حاجه انسلت ماي انتليجنت. انا هقول لك انا مشكلتي لما بلاقي حاجه، انا اتجهت في الوقت الحالي ان انا اتفرج على فقط الافلام اللي بتحكي ترو. انا هقول لك حصل تغير في هوليود ضخم جدا، بس كان سبب اقتصادي في الاول، ان السكريبتر الناس اللي بيكتبوا الكاتبين بياخدوا مرتبات عاليه جدا عشان هم الكرييتيف للقصه. فناس قالوا احنا ايه اللي خلينا نلجا لهؤلاء الناس، احنا نجيب القصص الحقيقيه اللي ابطالها حقيقيين نعمل ترو ستوريز. واصبح في ترند في هوليود للترو ستوريز. انا طول عمري بعشق ترو ستوريز لاني ما كنتش بحب المخرج يتدخل يموت الراجل اللي انا بحبه في الفيلم او المسلسل، او يلعب بيا او يحسسني في نهايه الحلقه يا لهوي ده الراجل مش هيجي تاني. كلام الحقيقه خزعبلات. انا ما بقى لا اؤمن بانك انت يجي لك متعه انك انت تخاف. يعني عيالي كانوا يقعدوا يضحكوا عليا ان انا اقول لهم ايه متعه انك تروح الملاهي، فيقعدوا يلففوك يخلوك ديزي وترجع وتبدا، وبعد كده تقول ده انا سعيد جدا بالهورور موفيز مثلا، ان انا ادخل موفي يقعدوا يخوفوني يعملوا لي اشباح والكلام ده، وانا هطلع في منتهى السعاده لاني خايف. هو طبعا الادرينالين انت بتدور على الادرينالين، بس انا ما بحبش كده. انا شايف ان اي حاجه تعلي قيمه العقل انا بحبها، اي حاجه تطفي قيمه العقل ما بحبهاش. انا بحب جدا الترو ستوريز، انا بعشق الترو ستوريز لانها قصه حقيقيه لناس عاشوا هذه التجربه. يعني لما اتفرج على فيلم لينكولن او اتفرج على هاملتون كمسرحيه في أمريكا، أو تتفرج على الناس العظام اللي عملوا هذا التاريخ. والحقيقة لما بتتفرج على القصص الحقيقية وتعرف إن ليها أبطال، كان في فيلم اسمه جرين بوك، هذا الفيلم بيتكلم على قصة حقيقية أو قصص كتيرة جدا الحقيقة تعلي قيمة الإنسانية. أنا كنت شايف إن المسلسلات والأفلام المصرية مش بس إنها بتضحك على، أنا آسف إن أنا طولت في الحتة دي، أنت كنت عايز سناب شوت تك تك. انا هقول لك في اعتقد في مسلسل اسمه فاطمه اف بيتصور في الصعيد، طيب هتكلم مش عارف تقول لك اسمه. انا طبعا اتفرجت على الحاجات التقليديه اللي هي بتاعت محمد صبحي و اللي هو سنبل والكلام ده، بس انا الحقيقه ما حبيتش حتى الممثلين ولا حبيت ولا حبيت. انا كنت فيري ريبيليانت للمجتمع المصري، قيمه ما كانتش عاجباني، القيم اللي كانت بتطرح في المسلسلات المصريه ما كنتش بحبها، المفاهيم اللي كانت بتطرح في الافلام المصريه ما كنتش بحبها. انا سبت مصر إلكتيف، سبت مصر عن قناعه، يعني رحت لوالدي الله يرحمه
وانا عندي 18 سنه او 19 سنه، وقلت له انا عايز اهاجر من هذه البلد لان انا ما كانش عاجبني، وانا ما كنتش ساعتها عندي جراس بقى. انا اكشوالي لما هاجرت لما كان عندي 23 او 24 سنه بقى عندي تخيل تام للي بيحصل في مصر، بس انا كنت مستغرب ليه. انا كنت ان انا ما كنتش عاجباني هذه القيم، انا كنت شايف القيم دي مش متمشيه معايا. يعني القيم اللي بتطرحها الافلام والمبادئ والافكار اللي بتترسخ في المجتمع المصري، قيم تؤدي في 60 ده، يعني قيم مدمره للمجتمع. قيم انك انت مجتمع فقير تعلق قيمه المال، قيم تحقير المراه، اسمه ايه الراجل اللي اتجوز اربعه المتخلف ده، الحاج، في واحد اتجوز اربعه مضحك، نور الشريف اسمه ايه؟ ايوه الحاج الحاج متولي تقريبا. الحاج متولي. الحاج متولي طرح كميه افكار محقره للمراه وتهميش لدورها في الحياه الاجتماعيه، وان معامله حاجه يعني لا يمكن تتخيلها على اي مستوى انساني. ولو انت اولادك ولدوا في الولايات المتحده او انت اولادك عايشين فيها وعرضت لهم هذه الافلام باللغه الانجليزيه هيظنوا بك الظنون، من اين جئت من هذه البلاد. لذلك اكبر نصيحه لما تحب تسفر عيالك وتوديهم مصر، ما تروحش بقى توريهم انا عايز اوريكم المدرسه اللي انا اتعلمت فيها، ارجوك ما تورهمش المدرسه اللي اتعلمت فيها، وارجوك ما تورهمش البيت الرائع اللي انت اتولدت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه. ارجوك، انت بتظن انك لما تعمل كده انت بتصدي اليهم بقى، يا شايف الاصول دي الجذور اللي انت جيت منها. ايوه، ما انت وانت بتوريهم الجذور اللي انت بتيجي منها هيبتدوا ينظروا لك نظره بطيئه، يقول لك ايه ده ايه ده، احنا ما كناش نعرف انت كده، هم شايفينك انت المهندس الرائع الناجح اللي عندك يوتيوب وراجل مشهور لكن فجاه هيبتدوا يبصوا لك نظره مختلفه لان انت حبيت توريهم الجذور. انا ما بقولش ان انت تستعر من الجذور بتاعتك، انا ما بقولش ان انت عندك قائمه العار اللي لازم تتخلص منها بند بند، شيل قائمه العار، لكن ارجوك تحاول تبقى حريص على نظره او ازاي تبريزنت يور سيلف لاولادك، لان انت تمثل بالنسبه لهم قيم اخرى. بس تمام انا تمام اسف في الرد الطويل. لا لا ابدا ابدا، حضرتك تستفيد طبعا زي ما انت عايز، انا مستمتع جدا بالحوار. هل في كتاب او مثلا بلوج حضرتك متابعه او قريته مؤخرا تحب تنصح الناس المتابعين او الشباب بشكل عام ان هم يقروا يكون كتاب ساب يعني معاك علامه؟ تقصد كتب انا كنت بقرا وانا صغير؟ كنت بقرا لمصطفى صادق الرافعي والعقاد، وكنت بحب جدا بعض. طبعا انا كنت بقرا المقالات اللي هي العواميد، ابويا الله يرحمه كان بيحتفظ بيها، بتاعت علي امين ومصطفى امين. انا ما حضرتهمش بس هو كان محتفظ بمقالاتهم كده في الاخبار، فعشت. لكن انا كنت بقرا لكارنيجي كتير جدا، ديل كارنيجي، كيف تكسب الاصدقاء. كيف كان في مكتبة اسمها مكتبة الخانكي في مصر، فكان أبويا الله يرحمه، أبويا كان شايف إن القراءة إحنا مش هنقدر نتكسب يعني في حياتنا إلا بالعلم، فكان بياخدنا وإحنا صغيرين، حببنا جدا، أنا بحب أقرأ جدا وأنا صغير، فالسر ده لأبويا الله يرحمه، فكان ياخدني معاه مكتبة الخانكي. مكتبة الخانكي دي كان فيها كتب مترجمة، كان لها لبنانية اللي هم بيقولوا غريس، ما يقولوش جريس، يقولوا اللي هم بيستخدموا دايما الغين، حاجه ترجمتهم لطيفه كده. ففيها كيف تصبح مليونيرا، كيف مش عارف، كيف تصبح. الكتاب اللي اثر فيا جدا بتاع دانيال كارنيجي اللي هو دع القلق وابدا الحياه، وشيل الغزالي كتب، وبعد كده في كتاب انا بحب شيل الغزالي برضو جدا جدا، وفي كتاب ما انتشرش لكن اسمه كيف تفهم القران، بيتكلم عن ازاي تفهم القرآن نجدين، وده بيفيدنا جدا في الحياة في أمريكا، يعني في شرح الحاجات المعضلة بالنسبة للأولاد. قضية تانية، كتاب دع القلق وابدأ الحياة بتاع كنيجي، وكيف تكسب الأصدقاء. يتهيألي السوشيال سكيلز هي التي تسبب سعادتك. لو عايز تبقى ناجح في عملك انت محتاج بيرسيفيرنس، لو عايز تبقى ناجح في الأكاديمية، النجاح الاكاديمي عايز واحد هارد وركر. لو انت ما فيش ذكاء، انا لا اعترف بوجود الذكاء، انت أو يعني الذكاء الفطري والكلام اللي بيقول، لكن المهم انك انت تبقى هارد وركر، هتجيب سكورز عاليه جدا في اي حاجه، بس تعرف تقعد على المكتب 8 10 ساعات.
عايز تبقى ناجح في حياتك لازم تتعلم ازاي تشتغل 9 تو 5. في ناس ما يقدروش يشتغلوا 9 تو 5، عمرهم ما يعملوا كارير. هتلاقيهم بيعملوا شوبينج، كل شويه يغيروا الكارير، كل شويه يغيروا الكارير، مش قادر يعني يعمل بيرسيفيرنس. الجزء الثالث غير البيرسيفيرنس ده هو السعاده. السعاده في الحياه هي السوشيال سكيلز. لو كانت السوشيال سكيلز بفلوس كنا رحنا اشتريناها. لو تقدر تشتري سوشيال سكيلز او تعلمها لاولادك كيف التعامل مع اولئك البشر اللي حواليك، مراتك وعيالك واصدقائك واصحابك والناس اللي حواليك، لو تقدر تشتري فلوس تخلي عندك سوشيال سكيلز هتبقى ناجح وسعيد في حياتك. اي انسان عنده سوشيال سكيلز زي حضرتك كده، انت شخص عندك سوشيال سكيلز تستطيع كسب انسان في دقيقه وتقنعه بفكرتك، انا شايف ان انت اكيد سعيد في حياتك، لان السوشيال سكيلز هي بتنعكس على سعاده الانسان. انا كنت مهتم جدا باي حاجه ريليتد للسوشيال سكيلز، اي كتاب انا قريت طبعا كتب في البيزنس لواتكنز ووكنز والسيجما 6، ممكن اقول لك على كتب كتيره جدا يعني سواء في الانجليزيه او انا بقرا في الفلسفه كتير، بقرا راسل، بقرا الايكونوفيتش، وبقرا بس انا يعني ورادزيتش وديستو، بس دي قضايا انا بحبها لكن ما اقدرش انصح الناس بيها. يعني انا لو قلت لمراتي اقرا كتب لانها قضايا الافاق المعرفيه او قضايا الفلسفه سواء الفلسفه الاسلاميه او الفلسفه الغربيه، قضية الوايت سنو، هل الثلج لونه أبيض؟ ما هل فعلا ما هو مين الفيل اللي جوه العلبة؟ الحقيقة هذه القضايا الفلسفية مش هتعجب، يعني أنا لا أطالب من أو تقرأ في الفن أنواع الفن وتعريفات الفن، لكن أنا أقول لك الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقولها للناس وتبقى مفيدة جدا ليهم في حياتهم هي السوشيال سكيلز. اقرأ عن كيف تكتسب المهارات للتعامل مع هؤلاء البشر اللي حواليك. لو قدرت تتعامل مع البشر اللي حواليك هتبقى سعيد، لو ما قدرتش تتعامل مع البشر حواليك هتبقى تعيس. لو عندك اي كتاب كيف تكسب الاصدقاء وتؤثر في الناس، اعتقد انه كتاب رائع، ترجم للعربية وكتب عليه ناس كتير، اعتقد في واحد اسمه القرني، عاد القرني علق عليه، شغل غزالي علق عليه، دع القلق وابدأ الحياة، الحاجات اللي من النوع ده يتهيألي هتبقى لها تأثير قوي عليك أو مفيدة. تمام، وهي فعلا هتكون بداية كويسة جدا عشان الواحد يبقى ماشي على الطريق اللي حضرتك وصلته، وحضرتك متحمس ليه جدا. آخر سؤال معايا في اللايتنج راوند هو لو في مثل أو مقولة معينة حضرتك بتتذكرها دائما أو بتشوف إن هي يعني applicable جامد في حياتك تحب تفكر الناس بيها أو تعرضها علينا. هي مقولة قالها لي واحد لبناني اتقالت لي بصور مختلفة بس عمري ما فهمتها إلا منه. هذا الشخص رامي كان لبناني، كان روميت معايا في بوسطن وكان بيشتغل في برانش اسمه جيوفيزيكس مع دكتور فاروق باز، كان بيعمل رسالة دكتوراه. فأنا الشخص ده بعد ما اتخرج ما لقاش شغل لانه تخصصه دقيق جدا جيوفيزيكس. مين مجنون؟ انا كنت دايما بقول له انت مجنون، في حد يروح يدرس جيوفيزيكس؟ لا ما اقصدش فيزيكس في حد ذاته مش هتلاقي شغل، جيو بقى اللي هو الست حاجه فيري كومبليكيتد. وفعلا ما لقاش شغل، قعد سنين وكان عايز يتجوز قصه وهميه، حول وبقى دكتور اسنان. فانا استغربت ازاي تحول، ازاي عرفت تحول تبقى دكتور اسنان دراسة؟ فسألته فقال لي مثل رائع لغاية دلوقتي بقوله لنفسي وبكرره على نفسي وكتبه على المكتب عندي، جرب وادعي لي. أحسن حاجة في الدنيا، هو كان بيقولها بالمصري، هو ما بيعرفش يتكلم مصري بس هي دي الكلمة الوحيدة اللي كان بيعرف يقولها بالمصري. قال لي أنت كل اللي تقدر تعمله إنك تجرب، هتخسر إيه؟ أسوأ حاجة ممكن تخسرها إنك ترجع لنقطة زيرو اللي هي أنت ابتديت منها. انت عايز تعمل اي حاجة في الدنيا، قررت تعمل بيزنس، جرب لما تجرب هيبين. حتى لو فشلت هترجع ايه اقصى الاحتمالات اللي ممكن تحصل. كان ابويا الله يرحمه كان بيشايف، انا كنت جبان جدا وانا صغير وما زلت بخاف بعمل حسابات، كان عندي كالكوليشن بقى كأي شخص
بيقعد يحط سيناريوز وكده. فكنت فهو حس ان انا جبني او خوفي ده او الكالكوليشن بتخليني ما اعملش حاجات كتيره في حياتي ولا اقدم على تجارب فيها ريسك. يعني كنت بخاف جدا العب لعب معينه فيها احتكاك او حاجات كتيره جدا وانا صغير. فخدني قال لي هو انت ايه اللي ممكن يحصل لك؟ هل هتموت لو عملت الحاجه دي؟ قلت له لا اموت ايه؟ لا مش هموت طبعا. قال لي خلاص اعمل طالما الحاجه دي مش هتموتك مش هت لان الموت مصيبه بقى هتنتقل للحياه الاخرى على نظر فورمات قصه كبيره جدا ما انتش عارف ايه اللي هيحصل. فانت خليك ايه في الحياه اللي احنا فيها دي لو فيها عندك حاجه تقدر تعملها ومش هتموتك يعني مش هتتسبب ان انت تموت اعمل. جربها وادعي لي دي بتاعت الراجل اللبناني يعني. بس الحقيقة أنا لقيتها في الحياة تجربة لأن إحنا كلنا عندنا فوبياس كلنا عندنا مخاوف 99 مخاوف دي من صنع أفكارنا كلنا عندنا رعب من المستقبل كلنا عندنا خوف شديد جدا من أي تجربة جديدة بنفضل الحياة اللي إحنا عايشينها بنفضل الروتين اللي إحنا عايشين فيه بنخاف نقدم على تجربة خافوا من الفشل. إحساس الفشل بيخلي الإنسان يبقى تعيس وده خطأ. المهم ما تموتش طالما الحاجة مش هتموتك أعمل وجرب ودعي لي. بصراحة طبعا يعني يمكن الحلقة دي أنا نفسي أكيد هتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة الله وأربعة يخليك علشان بجد كمية الذهب اللي موجود فيها الله يخليك يا مين منها بشكل شخصي. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا الله على يخليك إتاحة الفرصة وإنك أخذت الوقت وأتمنى إن شاء الله تكون بداية علاقة طيبة. حضرتك كمان ترجع معانا في حلقات مستقبلية الله إن شاء الله يخليك تكون رد الفعل إيجابي من الناس وتجينا بعض الأسئلة ونرجع مع أنا حضرتك مرة تحت تانية. أمرك يا مين شكرا جزيلا تحت بجد أمرك يعني تصبح شكرا لك جدا الله يخليك وأهل مع ألف سلامة. الله يخليك يا مين تصبح لك